بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 5,712,524 سهم بقيمة إجمالية قدرها 1,242,009 بحرينية، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 143 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع في بورصة البحرين أسهم 14 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 480,714 دينار بحريني. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الصناعة. أما على مستوى الشركات فقد جاءت ألمنيوم البحرين ألبا في المركز الأول من حيث القيمة. تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع في بورصة البحرين أسهم 14 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 480,714 دينارا بحرينيا. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الصناعة. أما على مستوى الشركات فقد جاءت شركة ألمنيوم البحرين ألبا في المركز الأول من حيث القيمة، وجاء في المركز الثاني البنك الأهلي المتحد. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 621,004 دنانير بحرينية، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 2,856,262 سهماً. أما متوسط عدد الصفقات في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع فبلغ 72 صفقة. فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية 38 عطاء لسبع مناقصات تقدمت بها 6 جهات حكومية، حيث بلغ إجمالي أقل العطاءات المقدمة 1.1 مليون دينار. وقد كانت أعلى قيمة في العطاءات المستلمة في الجلسة لصالح مناقصة كلية بوليتكنيك البحرين لمناقصة شراء أجهزة حاسوب وأجهزة محمولة، وبلغت قيمة أقل عطاء تم استلامه 343,000 دينار. وقد تصدر الجلسة من حيث عدد المناقصات الشركة العامة للدواجن بعد تقدمها بمناقصتين تضمنتا توريد 2,400 طن علف دجاج بياض وتوريد أعلاف صيصان بياضة. كما طرحت وزارة التربية والتعليم مناقصة لشراء نظام النسخ الاحتياطي وملحقاته مع دعم التراخيص، فيما تقدمت وزارة الأشغال بمناقصة إنشاء خزان تجميع مياه الأمطار لمحطة الضخ في مدينة حمد مجمع 1216. أكدت المؤسسة المالية العالمية إنفستكورب أنه على الرغم من الضغوط التي تواجهها الأسواق حالياً عقب ارتفاع معدلات الفائدة بالولايات المتحدة والذي صاحبه انخفاض في الهامش الائتماني، إلا أن هناك حزمة من الاستراتيجيات الائتمانية الفعالة التي تقدمت بها للمستثمرين وتقدم لهم فرصاً استثمارية واعدة. جاء ذلك في ورقة بحثية جديدة بعنوان فرص السوق الائتمانية، والتي تقترح 6 استراتيجيات مرتبطة بالقطاع الائتماني والتي تمتلك القدرة على تحقيق قيمة استثمارية في ظل ظروف وأوضاع السوق الحالية. وتناقش الورقة عدة موضوعات مثل قروض العقارات السكنية في الولايات المتحدة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بضمان رهن عقار سكني حان موعد استحقاقها وقروض البنوك الإيطالية المتعثرة إلى جانب التزامات القروض المضمونة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل: هبوط عملة بيتكوين بعد قرصنة بورصة كورية للعملات الافتراضية.
أعلنت MSCI لمؤشرات الأسهم العالمية أنها ستبدأ بإدراج السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة، حيث يتوقع أن يدعم ذلك سوق الأسهم المحلية. ويأتي الإدراج وسط توقعات مرتفعة بشأن طرح عام أول مرتقب لحصة في شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة. من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي أن إدراج مؤشر MSCI للسوق السعودية ضمن الأسواق الناشئة هو انعكاس لما وصلت إليه السوق المالية السعودية وما حققته من كفاءة للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية. وأضاف أن الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات، ويساهم في تنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين، الأمر الذي من شأنه زيادة استقرار السوق وتقدمها. وذلك يأتي انعكاسا لرؤية 2030 نحو بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، معززة دورها كسوق مالية رائدة وكمركز للاستثمار إقليميا وعالميا على مستوى الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك زيادة إنتاج الخام بداية من يوليو المقبل، مؤكدة على مواصلة الالتزام باستقرار الأسواق. وقالت أوبك في بيان على موقعها الرسمي بشأن نتائج اجتماعها رقم 147 في فيينا إن مستوى التزام الدول الأعضاء البالغ عددهم 14 عضواً وصل إلى 152% خلال مايو الماضي. وذكرت المنظمة أنه في الاجتماع الذي عقد في نوفمبر 2016 تم التوصل إلى اتفاقية لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً. وأكدت أوبك أنه خلال اجتماع اليوم تم الاتفاق على تقليص وتيرة خفض الإنتاج المتفق عليها إلى 100% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك دون الكشف عن رقم محدد بشأن مستويات الإنتاج. وشددت المنظمة عبر البيان على مواصلة الالتزام بتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعها المقبل في العاصمة النمساوية فيينا في 3 ديسمبر 2018. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وافقت مجموعة اليورو على تخفيف عبء الديون في اليونان عندما تنتهي خطة الإنقاذ هذا الصيف في اتفاق تاريخي بشأن الوضع المالي في أثينا. وأقر وزراء المالية في منطقة اليورو بالموافقة على حصول اليونان على 10 سنوات إضافية حتى عام 2033 لتسديد ما يقرب من 96 مليار يورو من قروض برنامج الإنقاذ، وأصبح أقرب موعد محدد لبدء سداد اليونان ديونها لصالح مجموعة اليورو في عام 2033. كما وافقت منطقة اليورو كذلك على إقراض اليونان 15 مليار يورو إضافية حتى تتمكن من سداد بعض قروض صندوق النقد الدولي الأكثر تكلفة في وقت مبكر. وتضمن الاتفاق أيضا بناء حاجز نقدي للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل اليونانية خلال العامين المقبلين. رفعت وولت ديزني عرضها للاستحواذ على أصول 21st Century Fox إلى أكثر من 71 مليار دولار، ليتفوق عرضها مجددا على عرض كومكاست البالغ 65 مليار دولار. وقسمت وولت ديزني عرضها الجديد مناصفة بين الدفع النقدي والأسهم، ما قد يشكل حافزا لأكبر المساهمين في 21st Century Fox روبرت ميردوخ الذي يملك مع عائلته 17% من حقوق التصويت في الشركة. ويعادل العرض الجديد 38 دولارا للسهم، وهو أعلى بعشرة دولارات من العرض السابق، ما سيضع كومكاست أمام خيار صعب بين زيادة عرضها أو الانسحاب من المنافسة.
أعلنت بورصة بيتهام للعملات الرقمية الافتراضية في كوريا الجنوبية أنها خسرت ما يزيد عن 30 مليون دولار نتيجة اختراق إلكتروني في ثاني حادث قرصنة لبورصات تداول العملات الافتراضية في كوريا الجنوبية في أقل من شهر. وعلى الفور تراجع سعر العملة الافتراضية الرئيسية بيتكوين بنسبة 2% على الأقل بعد إعلان البورصة الرقمية الكورية عن حادث القرصنة. وجاءت عملية القرصنة متزامنة مع تقرير بنك التسويات الدولية في زيورخ بسويسرا، وهو البنك المركزي العالمي للبنوك المركزية الوطنية، الذي حذر من خطورة العملات الرقمية ووصفها بعديمة القيمة وشديدة الخطر. وكان سعر عملة بيتكوين هبط مطلع الشهر مع إعلان بورصة تداول عملات افتراضية أخرى في كوريا الجنوبية كوينيرل عن تعرضها للقرصنة وخسارتها نحو 70% من أصولها الرقمية.